بالخير والسعادة، يحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم مجددا مع منظمة سوسن العالمية في ليلة الحلم. ابقوا معنا. حبيت اشارك بهذا الايفنت، طبعا مشاركه قبلها سهواي بايفنتات دكتوره سوسن، طبعا اتشكرها على هاي الايفنتات، بس هي عن طريقها حبت هالمره تكرمني وتنطيني لقب على مود انه اعلاميه برامج الخيريه، فحبت تنطيني هالتكريم وانا اشكرها كلش، واتمنى هاي الايفنتات على طول يعني تستمر حتى تسوي تشجيع للشباب للجيل الجديد. اول شيء اهلا وسهلا بكم هنا، واني كلش فرحان، اني عندي دعوه ضيف شرف هنا بالمهرجان، وزميلتي الاعلاميه هينكا راح تتكرم هنا اليوم، وكلش فرحان واتمنى التقديم للدكتوره سوسن ومزيد من الايفنتات والتكريمات بهذا المجال، لان اكو هواي اشخاص بعده مجالات مثلا تستاهل التكريم، تستاهل انه مثلا نشجعهم على عملهم وهالشيء اللي قاعدين يقدموه، فهيجي مناسبات نحن من نذكرهم او نكرمهم بشيء مميز او بشيء بسيط مثلا، هذا راح يكون دافع لهم بانه يقدمون شيء افضل واحسن في المستقبل. طبعا اليوم مشاركتي بهذا المهرجان راح يتم تكريمي بلقب صانع الابتسامة وطبيب الأسنان التجميلي للعام 2023 اللي هو Cosmetic Dentist and Smile Maker for 2023. طبعا هذا اللقب حصلته من المركز العربي الدنماركي للثقافة والفنون والإعلام اللي مقره بمدينة أرهوس في الدنمارك. طبعا مشاركتي كانت جدا سريعة وما أدري شلون صار الأمر على السريع، لكن مختاريني من المؤسسة السوسن العالمية، جاني اتصال من لبنان وكل الكادر، كادر المؤسسة الداعمين الأكثر إلي وأهلي وأصدقائي، كان فتشي كلش حلو بالنسبة إلي. اليوم حفلة تتويج والتكريم إلي ملكة جمال السياحة بالوطن العربي.